نروح نطول. احنا عبالنا نروح المعادي تكون مديحة ماتت. وقفت ليه؟ إشارة. أعمل لك إيه؟ إشارة فتحت. أول ما أروح هرجع في حجر مديحة. خف يا واو. لا وصلنا. اركن اركن يا واو. شاكرين. انزل يا واو. حاضر يا عم. ادي واو 10 جنيه. ادي واو 10 جنيه. يلا. منينو. شوف معاكم. عليا التلاقو. ما كان معايا الا جنيه وربع اللي انت خدته. وبعد كده عاوز تفنجرو. ابقى فنجرو من جيب امه. خلاص انا هدفع. اتكل على الله. انت تعال تعال تقلبوه. تعال ما تشوف مديحه بوس ايدي. تعال خش البيت اهو. في البيت. ايوه الفتله اتقطعت. يبقى في حد غريب تحت. مين ده؟ مين؟ ايه 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 يا عم بكر في ايه؟ مين ده؟ انا طالع لابويا فوق عشان اوديه للدكتور. اصل ابويا عبيط والحاله جات له. انا عبيط والحاله جات لي يا عم بكر. معقول يا ابني في عبط بيجي الساعه 4:30 الفجر؟ هو العبط ليه مواعيد يا ابن الهبله؟ مؤاخذة يا عم بكر. مالك تشتمش حد لا يزور. هو بيقول كلام غريب. تعالى. قمر مديحة قمر. شقتها ايه؟ شقة العروسة. ايه؟ مش كنا جبنا معانا تورتاية ولا حاجة؟ كلك ذوق كلك ذوق. تعال تعال. خش. بقول لك ايه؟ نعم. اوعى تعلي صوتك عشان اوضة ابوها هنا. ها؟ ما كنا جينا في وقت ابوها في الشغل. ما تخافش ابوها ميت. تعال. أيوة. استنى استنى. ايه؟ ولما هو ميت انت خايف من ايه؟ اصله ميت هنا على الكنبة بقاله بتاع 4 سنين. خش تسلم عليه. اسلم على واحد ميت؟ خش عادي. ما اصحابه قاعدين معاه. اصحابه الميتين؟ اه. هي مديحه دي ساكنه في قرافه؟ خلي بالك اوضه امها وراك. تعالى كده. امها صاحيه؟ اه صاحيه بس واخده سكينه في رقبتها مش عارفين يشيلها لك. مالك؟ هروح الحمام دقيقه واحده. اوعى تروح اخوها متقطع جوه. يا بابا زعلان يا عمي الله. بس ما تكلمنيش في مكان شغلي. انا قصرت معاك في قصه المروحه ده. انت غريب قوي. طب امال ايه؟ ما تحرجنيش بعد كده لو تكرمت. خلاص السلام عليكم. في حاجه يا اخ وكيل؟ ولا التليفون لسه شغال؟ لا لا ما فيش تليفونات ولا حاجه. ايه طمني. البنوك فتحت كلها والساعه 9 البنوك فتحت. عايز حاجه غير الفلوس؟ لا هي الفلوس بس يا عفروت. انا خدامك. ربنا يخليك. فضيلي المجال. اتفضل. انا على البنك على طول. اول حاجه اعملها اجيب. السلام عليكم. جبت؟ الحمد لله جبت. طبعا اخرج اجيب الفلوس من بره. بره تيت. تعالى فلوسك معايا. فين؟ في كابتش تشاتش. انا بتكلم على الملايين. كل فلوسك في كابتش تشاتش. ايوه صح. برافو عليك. مش انت عفريت؟ صح. هتفتح قبضه سيادتك شلالات فلوس. يلا قول افتح يا عفروتو. افتح يا عفروتو. ان 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 شغل الشلالات. خد فلوسك. شغل الشلالات. خد يا سيدي. شغل ربنا يقدرني واسعدك يا وكيل يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ فلوسك ده جنيه وربع يا ربنا يزيدك يا وكيل. انت ابن حلال كده. شغلت الشلل بس مش مبروك يا الافرح. جنيه وربع. اه اديهم للسواق. لا انا رديت السواق. اديته 10 جنيه دول بتوعك انت. مبروك. اديت السواق 10 جنيه. ايوه. وجايب لي انا جنيه وربع. مالك يا وكيل؟ الحمد لله. تعيط من الفرحه؟ ده انا ما اجيب لك. عفريت اللي طلع لي باين انه بتاع فكه بس ولا ايه؟ في ايه يا استاذ؟ جنيه وربع. الحمد لله. لا خليك انت مطرحي. تحت امرك. انا؟ اه. انا؟ ايوه. طلع لي عفريت. حصل. وقال احلم وهسعدك. ايوه. ده انت جبان واكل ثلاجه وسخان ثمنهم 10,000 جنيه وصحه يا عفروتو. صح صح. وما اتكلمتش. اه. ورايح البنك راجع بجنيه وربع. مالهم؟ جنيه وربع يا معفن. اهو انت. ما تردش عليا.
اعمل في انت لو مش هفيق انت خنقتك هتعمل ايه يعني اعمل ايه, إيه؟ انا عارف يا سواو يا نهار اسود سواو لا لا يا سواو لا يا عم تعال شوف قريبك راح البنك راجع بجنيه وربع يا سواو وربنا شكلكم مش حلو في المنطقه كلها يعني قول كده بقى معنى كده انا اللي كنت حاسب على الترابيزه اللي في الخرم الواد ده خباص يقول لابويا ابوه ايوه ابوه ما بعتليش ابوه ليه راجل كبير محترم بعتلي عيل في كي جي 1 اوعى تقول لابويا ابوك يا معفن اهو انت ده انا هحضر لك ابوه لا ابوه شبيك لبيك عفاريت ما بين ايديك اقمر تعالى يا حاج يا حاج تعال خدوه منو؟ عفرتو ليه هو؟ راح البنكو رجع بجنيه وربعه بوس ايدك وشي وظهره ده انت راخر معفنوه يعني الواد مش جايبوه من بره اعمله ربو ولا ناقصوه خلاص اتبنوه اتبنى مين ده مطلع عين امه طب هاتوه اكلموه تعال اكلم ابوه لا قول له واقف مع واحد صاحبه تحت انا ما اعرفش اكذب يا اخويا هتودينا في داهيه يا وكيل ايه يا بابو ايه يا عفرتو خيره مزعل عمك الوكيلو اللي هو ده حبيبي ده انا هو سمن على عسلوه عسلوه اسودوم حبيبه ب60 نيلو ده بيقول انك رحت البنكو ورجعت له بجنيه وربعه ده راجل كذاب ده انا جايب له مليون دولاروه عليا طلعوه ما حصلوه عليا طلعوه يا راجل ما حصلوه ده انا في عرض ربع مليونو ابني ما بيكذبوش يعني انا كذبوه ايه رايك ان انت قليل ادبوه طب احترم نفسك هتعملوه هنزل لكوه اوعى ينزلك اوعى ينزلك ليه اوعى ابويا ينزلك ما تسيبه ينزل انت جبت جنيه وربع يمكن هو يجيب 2.5 هينزل ياخد منك الجنيه وربع اسمع الكلام بص بقى يا وكيل من الاول كده بالنسبه للفلوس بعد عنك انا عندي شكشوكه ايه شكشوكه كسرين عليك شويه بيض وطماطم إيه لا شكشوكه ده مرض ما اقدرش اجيب فلوس بس انا جوايا طاقه اعمل لك اي معجزه طاقه اعمل لك ايه هنزل لك 4 جبال الماز وياقوت دلوقتي ها ايه يا فنجري بق انت يا حلو 4 جبال الماز وياقوت انزلهم لك انقط وفضه انقط فيا انقط لا بجد انقط 4 جبال الماز وياقوت يا ابو جنيه وربع يا معفن اهو انت ده انا في عرض ربع 4 جبال صلى على النبي اسكت مالك اسكت اروح فيك في داهيه 4 جبال ياقوت 5 يلا عايز ايه يا ناوي في ايه هات يا اوتايه لا 5 جبال يا ابو جنيه وربع يا معفن اهو انت يا معفن بس بقى فينك يا شبيك مالهم فين عفاريتك يا شبيك مالهم كان يقول له سبانخ العيني هي ويجي لك نفس تاكلها بعد القرف ده مالكش دعوة هاتها وانا كلها انا هعمل لك معجزة دلوقتي هثبت لك ان انا 100 100 يا عم روح مش انت كان نفسك في بنتين حلوين يسهروا معانا فوق اما كنا طالعين الرحلة بتاع السواو دي سيبك من الرحلة انا دلوقتي هجيب لك اجمل بنت في بلدك اجوزها لك ها هجيبها هنا اجمل بنت هتشوفها في حياتك هنا حالا اقول عليك اجدع عفريت كتب بقى ماشي. تعال واو ما بلاش واو ده بقى ده ايه وكيل يا عم مش عارف انت ما بتعرفش امشي من غيره ده 100 100 والله يا عم ده بيعقد المسائل هتشوف هيجيب لك قمر يجوزها لك تعالى بس واو نجيحه بتاعت المعادي وانت نزلت في المعادي قبل خدمت كده. سنتين لا والنبي هتشوف نجيحه يالا اللي واخدها كده في خناقه احمد اللي واخدها كده واخده ايه لما واخده واخده مطوه كده اللي هتجوزها دي واخده مطوه هنا علامة الواحد يعلمها بيها برضه يلا يا عم مديحة الوغداء كده ما تخلص يا عم واو يا عم خلص ما تضيعش الليل هات الوغداء كده اوعى تجيب الوغداء كده يلا يا واو لا والله خرجت من السجن امبارح يا عم شير. خرجت من ايه خرجت منين؟ من السجن انت هتجوزني مسجونة فشر دي كانت بتزور امها وقفلوا عليها غلط بتزور امها في عيشة فراخ انت مش عليك اجيب لك البيت؟ ايوه تعالى بس يلا يا واو احسن بشك في قدراتي وبالمره جدعان هات عربيتك ودينا المعادي بقول لك ايه انا معروف في المعادي يعني ايه انا يعني مش عربيه شيك مفيش داعي يتعب نفسه ده عنده اسطول اللي انت شايفه ده معلش هتشوف العربيه اللي نازله بتكلم الاول يلا يا واو بسم الله اركب يا
اركب يا ابا. نعم. اركب. اركب ايه؟ العربيه. مجنون ده ولا ايه؟ العربيه جت؟ ما تركب يا راجل انت من العربيه واقف. اقفل الباب. غريب قوي. انا اقفل عربيه الراجل. بس هشوف انهي باب اللي مفتوح في الباب. قدامك اللي على البحر. اللي على البحر. ايه؟ ايوه. ارزعوا قوي. ارزعوا. هات. تلعب في ايه؟ لا مفيش. عايزين نرجع للراجل العربيه سليمه. ايوه ان شاء الله هترجع سليمه. غريب قوي. طيب خلاص. ما هطلع بيك لوحدك ولا ايه؟ ونعمل ايه؟ يلا معادي معادي. ايه يا عم؟ تلعب فين؟ والله. دار السلام. ايه؟ دار السلام. ما قلناش دار السلام، قلنا معادي. اتكل على الله. اتكل على الله. مالك؟ ايه؟ هو الميكروباص هيتملي كله من ده؟ هطلع بيك لوحدك، تعال. تعال. تعال متخافش. خلاص مفيش حاجة، متخافش. شغلك التكييف؟ لا ما تشغلش حاجة، اشتغل انت بس طلعني من المشوار ده. يلا واو على المعادي، هنجوزك قمر قمر. نشوف. واحد اتنين تلاتة. طب قول لي ان واو عنده حنطور. احنا عبال ما نروح المعادي تكون مديحة ماتت. وقفت ليه؟ إشارة. أعمل لك إيه؟ إشارة؟ فتحت. أول ما أروح هرجع في حجر مديح. خافش خافش يا واو. لا وصلنا. اركن اركن يا واو. شاكرين. انزل يا واو. حاضر يا عم. ادي واو 10 جنيه. ادي واو 10 جنيه. يلا. منينو شوف معاكم عليا التلاقو، ما كان معايا الا جنيه وربع اللي انت خدته. وبعد كده عاوز تفنجرو، ابقى فنجرو من جيب امه. خلاص انا هدفع، اتكل على الله. انت تعال نازل تقلبوه. تعال ما تشوف مديحه ببوس ايدي. تعال خش البيت اهو. في البيت. ايوه الفتله اتقطعت. يبقى في حد غريب ده. مين ده؟ مين؟ ايه 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 يا عم بكر؟ في ايه؟ مين ده؟ انا طالع لابويا فوق عشان اوديه للدكتور، اصل ابويا عبيط والحاله جاتله. انا عبيط والحاله جاتني يا عم بكر. معقول يا ابني في عبط بيجي الساعه 4:30 الفجر؟ هو العبط ليه مواعيد يا ابن الهبله؟ مؤاخذه يا عم بكر. مالك؟ مش تمشي حد لاذوق. هو بيقول كلام غريب. تعالى. قمر مديحه قمر. شقتها ايه؟ شقة العروسة. ايه؟ مش كنا جبنا معانا تورتاية ولا حاجة؟ كلك ذوق كلك ذوق. تعال تعال خش. بقولك ايه؟ نعم. اوعى تعلي صوتك عشان اوضة ابوها هنا. ها؟ ما كنا جينا في وقت ابوها في الشغل. ما تخافش ابوها ميت. تعال. استنى استنى. ايه؟ ولما هو ميت انت خايف من ايه؟ اصله ميت هنا على الكنبة بقاله بتاع 4 سنين. خش تسلم عليه. اسلم على واحد ميت؟ خش عادي، مصحابه قاعدين معاه. اصحابه الميتين؟ اه. هي مديحه دي ساكنه في قرافه؟ خلي بالك اوضه امها وراك. تعالى كده. امها صاحيه؟ اه صاحيه، بس واخده سكينه في رقبتها مش عارفين يشيلها لك. مالك؟ هروح الحمام دقيقه واحده. اوعى تروح، اخوها متقطع جوه. مالك؟ ايه متحف القطر اللي انت جايبني فيه ده؟ تعالى بس مديحه قمر. تعالى. ايه ده؟ ادي دي امها. امها السكينه مضايقاها والنبي شدها لها. اوكي عشان دي ايه؟ شد لها السكينه. ده بذوقين يا جبان. شدها لها. قال انت. بقول لك ايه؟ عشان نتقي شرها اعمل زي بالظبط. ها؟ مامو 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 فرفرو على راحته. تعالى اوضه مديحه اهي. لا ما شاء الله. مديحة انت مجنون يا واد، بتشخر وانت واقف. عليا الطلاق، الشخيرة طالعة من تحت. المديحة ايه يا عم؟ ايه؟
ده احنا كان ممكن نشفط في السحبه اللي سحبتها دي. خافش خصوصا انت عشان حجمك قليل تلاقي نفسك لازق في مناخيرها. يلا ما تخافش، مش هي اللي بتشخر. امال مين؟ ابوها. انت مش قلت ابوها ميت؟ ميت نايل ويموت ويشخر هو ببيتك يا مديحه. يا قطعك ترما يا بنت، رحت فين يا بنت؟ تعالي، ده انا عايزك تعالي. خالتها. خالته اطلعوا عشان نضمن بقية العيلة. تعال شوف عروستك. ايه مالك عفرته؟ ايه انت جايبني ليه؟ عشان تتجوز. انا لا اصلح للجواز. ده كل ده كلام فاضي. انا عارف نفسي عشان خاطر تشوف عروستك. بعد الرعب اللي انا شفته لا اصلح للجواز. والله هتبقى زي الفل. تعال بس يا مديحه. مديحه انا جايب لك عريس لقطه صاحبي الاستاذ وكيل، اكبر تاجر قطط في اسكندريه. قطط ايه؟ هي بتحب القطط زي عينيها. قطه يلا اتجوزها. اشتغل بالنشيد ده كل يوم. اه رياضه. يلا كلم عروسك. حاضر. قطط. ها قطط يلا. احنا جايين نتكلم مع حضرتك كلمتين ونمشي على طول. انت جاي تخطب بنت شفيقة دلال؟ يلا يا عم. نيو يخرب بيت دلع اهلي. انا راح اجيب سجاير. اثبت. اوعى تسيبني. انا فظيعة يا كيكو. مين كيكو؟ انت يا كيكو. يلا بقى يا كيكو تعالى جنبي. هيجي جنبك يا مديحة، بس والنبي شيل رجلك المحروقة عشان ما يخبطش فيها. يلا. رجلها ايه؟ رجلها محروقة، اوعى تخبط فيها. والتانية مسلوقة؟ مفيش تانية، هي واحدة ومحروقة. يلا انا فاضيلك. ايه؟ عندها رجل واحدة واتحرقت. واتحرقت. حظو زفتو حظو. يلا كلم عروستك. رجلي محروقة وخلي بالك. وانت بتسلم عليها سلم على ايديها اللي جوه. ها؟ إيه؟ ايديها اللي جوه في دراعين بره مش تبعنا، اوعى توطينا في دهب. خليك في اللي جوه، وفي دراع طالع لوحده ممكن تسلم عليه. انت جايب لي كابوريايا؟ يلا اي 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 دي بتولد. اه مبروك يا وكيل، بقيت اب يا حبيبي. لا مش انا. مبروك. مش ابني. ابنك. مش ابني. ابنك. مش ابني. ام العروسه. يا دي الجرس، يا دي الفضايح، انا ناقص اتزلب ابن عم الكبير. اقول للناس ايه دلوقتي؟ اقول لهم العاقل الرزين الوكيل خلاص اتجنن ماشي يكلم نفسه في الجنينه؟ ايه المصايب دي؟ الحقني يا قاسم الحقني. ايه تاني حصل؟ ماليش دعوه بالوكيل. امال ايه؟ التلاجه ال 40 قدم. مالها؟ ما فاضلش منها غير 2 قدم. ايه ده؟ مقتنيات كنوزي راحت فين؟ طب الحمد لله ان انا اكلت قبل ما التلاجه تروح. انت اكلت حاجه من التلاجه بتاعتي؟ اكلت كوارع. ايه ده؟ اكلت كوارع القديمه دي؟ قديمه بتاعت مين؟ مارين مونرو. مريم مونرو. ايوه. وانا اقول رجليها حلاوه ليه؟ انا مش عارف. انت بتقلس. لا والله مقتنيات غريبه. سخان. ايه السخان يا اساتذه؟ ماله؟ يد خفيه امتدت وانتزعت السخان وانا واقف تحت الدش. ايه ده؟ وفجاه الحمام بقت ريحته شاي. ايوه انا شميت ريحه الشاي. كان شاي ايه يا ياد؟ انت بتهرب يا وحلي. يلا شوف الوكيل. يلا بيتكلم نفسه في الجنينه. تعالى هقول لك هاته منين. انت بتكلم نفسك ليه؟ في ايه؟ بعت اكسسوارات البيت عشان تسدد ديونك؟ بس
انا ممكن احكي اللي حصل لي امبارح؟ اه اتفضل. بس ما حدش فيكم يتريق. لا ما حدش هيتريق. معقوله؟ شفت ليلى الكاميرا المعفنه بتاع الست هند؟ انا الكاميرا بتاعتي معفنه. مالها الكاميرا المعفنه يا وكيل؟ طلع لي منها عفريت يا سخالي. سمعت الكلام المعفن؟ وفي عفريت ليندي؟ والله طلع منها عفريت اسمه عفروتو. كمان سميته؟ ايوه عفريت. شفت ايه نايم ليه؟ شوف انا عامل حساب البلاوي دي. شفت يعني انت عشان تضحك توقع عماره 12 دور ما تضحك وانت باصص فوق. هقوم عفريت ايه بس اللي ولا؟ والله يا اسف طلع منها عفريت. لبيك لبيك عبدك ملك ايديك. اسكت مش لغوها. لا وشبيك لبيك. مين دول؟ العفاريت ولا احنا دريانين؟ يا سلام. اه والله نايمين على ودانا. لغوها وحطوا مطرحها. اقعد واتقنعر خد نفس واتمنظر. خد نفس دي احلى حاجه. ما قالوش استعبط واستهبل وسيه علينا. اجري اجري انت هتفضل مش مصدق. يعني انت طلع لك عفريت بجد؟ والله يا قاسم طلع لي عفريت. يا سلام جاب لك ايه بقى؟ ما جابش حاجه يا عم انت هتنق فيها. ما جابش حاجه والله. فلوس بنى لك والله ما جاب حاجه. ليه؟ هو العفريت اللي طلع لي ظروفه وحشه. نعم ظروف مين؟ العفريت ده واخد خلاط بالقسط. خلاط ايه؟ حالته تعبانه تعب ما حصلتش. ايه ده ايه ده؟ اه والله فوق ده كله بقى صاحب مرض مسكين. يا سلام. اه صحته على قده. هم دول بيعيوا؟ بيعيوا. ده جاله تروكه وشكشوكه ورا بعض. ايه؟ جاله ايه يا وكيل؟ تروكه وشكشوكه. ده غير البيض والبسطرمه؟ وانا بقول لك هنتعشى ايه النهارده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ تروكه وشكشوكه دي امراض معروفه. يا سلام بتيجي فين يعني؟ بتيجي في الكبد والقوانص. اجري بلاخير. يا رب تكون ميله. العفريت ايه؟ والله العظيم يا هند طلع لي عفريت وعفريت عيل عن 3 سنين. عنده 3 سنين يا حبيبي. طب كنت هاتهولي ارضعه. ايوه ايه؟ بص يا اخ وكيل بلاش تخريف بقى وبلاش صياعه. انت بعت الحاجه. ابيع ايه يعني؟ هات نص الفلوس واحنا مسامحين. الواد ده مجنون. ابيع ايه؟ مش ادبك والله العظيم. انت مجنون. ما تعليش صوتك. عفريت معفن. عارف انا لو شفته؟ عفريت ايه؟ قلت عفريت ايه؟ اه والله. قلت معفن؟ لا لا يا كداب. انت بتقول كلام مش منطقي. اوعى تضرب تاني. لا هكسرك. اوعى تضرب تاني. بص انا هوريك عشان تقول اللي انت بتعمله. ايه ده؟ ايه؟ ما تاذيش حد. اوعى تهزر. انا هوريك. انت راجل كبير وانا ممكن اعذبك. انا بفهمك. ايه ده الوكيل؟ تمد ايدك عليه وانا واقفه ازاي؟ يلا يا بقول لك ايه؟ يا نهار اسود. ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يا اخويا. ايه؟ مش عارف عفريتي؟ ايه ده؟ اه 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 بلاش ده. بلاش ده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عشان بتشتمني. انا عزيتك مجنون. مجنون. انت لازم تزعل. وانت روح عفان تحت صباعك هشيمك. خش. انت تزقني. خش. انت تزقني. مش انا مش فاهم. مش فاهم حاجه. بقول لك ايه؟ نعم. انا عندي شعر. ساعه روحها بساعتي. انت عندك شعره؟ اه. ده انت عندك باروكه ما شاء الله. اسود. طول ما انت بتغلط فيا وكيله خليهم يعملوك على انك مجنون. عشان خاطر يا عفروتو لازم تظهر له. وهتشتم تاني؟ مش هشتم يا سيدي. طب يلا خليهم يبص ناحيتي. هظهر. هتظهر؟ يلا ربنا يخليك. الله يكرمك. انت بتكلم مين يا ابني؟ ايه ايه؟ العفريت معانا. يلا يا رب. يلا اقعد بقى. بس فين يا عم؟ عايزين تشوفوه؟ اه. بصوا الناحيه. اهو. طب بصوا فوق ليه؟ ده هو طول كده، ايه اللي وداكم فوق؟ طب وربنا ما انا ظاهر، يلا غور بقى. انت زعلت؟ يعني اروح اعيش في الفلبين؟ ايه الاهانات دي؟ الفلبين ليه بس؟ عايز نظهر؟ ايوه. خليهم يقولوا ايه ده؟ العفريت ده جاب الطول ده كله منين؟ اسمعها مره واحده قبل ما اموت والنبي يا وكيل. يلا يلا. حاضر. يا ولاد. ايه عشان العفريت يظهر قولوا ورايا. ايه ده؟ العفريت جاب الطول ده كله منين؟ ايه ده؟ العفريت جاب الطول ده كله منين؟ يلا خليهم يسخنوني. ايه؟ يسخنوني. يعملوا ايه؟ هقول لك خليهم يقولوا ايه؟ هلا هلا يلا يا عفروتو. هلا هلا يلا يا عفروتو. هما هينقلوا مركب قلل. ايه اللي بتقولوا ده؟ قلل ايه؟ دي تعويذه. لازم لازم. يلا يا ولاد. نعم. ايه عشان العفريت يسخن وينط في وسطيكم مره واحده. قولوا هلا هلا يلا يا عفروتو. هلا هلا يلا يا عفروتو. طب هلا هلا يلا يا عفروتو. نصر بلدنا بلد سواح فيها الوكيل بيستعبط. هديك بالقلم على وشك. انا بقول لك اهو. ودي راسيه المجنونه يا بياضه. عاصم انت عزفت يا عاصم. ايه انت بالذات؟ اوعى تتنطط. ليه ده؟ انت ممكن تدوسه من غير ما تحس.
كيكا كيكا العفريت بتاعك ده غاوي فنون شعبية مريم انزلي له بالحجالة شفت الحجالة؟ ايه يا عم ده؟ ايه؟ انا طلعت عفريت من فرقة رضا، ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يلا بتكلم مين يا حاج؟ ما هيظهر اهو انت بتكلم مين؟ هيظهر اي هبل يعني ايه؟ رضا والله وراضيناك دلع حتى ودلعناك يا جزمة كافي لا اتمرمط اللي جابونا معاك انت بتكلم مين يلا؟ بكلم صرصار ما هو هبل بهبل بقى يلا يلا الواد الصغير بقى عبيط يعني الحق مركب عبط وصلت الفيلا يلا وانت بتكلم مين؟ لا انا ببص على اللمبه في ايه يا بنت الترخي؟ اصل اللمبه بتاعته دي قليله الادب ونورها مكشوف ليه يا بنت؟ ظبطوها ماشيه مع سلك عريان ايش يا لوزه العيال ضربت لا اله الا الله لا اله الا الله بس يا عيال ايه العفريت هيظهر والله تعالوا كده هيظهر معاكي بس بيهزر معايا والله يا وكيل هيظهر خلاص طيب بقول لك ايه ايوه اللي بيخاف يطلع بره اللي بيخاف يطلع بره حاضر هتقول ايه اللي بيخاف يطلع بره يلا بسرعه مالك ايه مالك تعال اللي بيخاف يطلع بره ده انت اللي خايف ايه 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 اللي بيخاف يطلع بره ما ترجع في وشنا احسن يا عم الحاج بلعين اتقرب بقى يلا وكيل هيظهر ايوه يا سيادي ايوه الزهور 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 واو واو مين واو مين عشان يساعدك انت خلاص بقيت منهم بتنده لهم عادي كده اوعى تنطع يلا الظهور لعائله الوكيل من الاداره المركزيه الظهور لعائله الوكيل الظهور لعائله الوكيل القاتن بدير النحاس لا تشرب الدواء الدواء فيه سم قاتل